باش نكونيكتي الأجهزة اللي عندي في الدار، نستعمل لابوس جيزي انترنت اللي تمشي مع كل أجهزة القديمة ولا جديدة. أنا خيرت عرض 105 جيجا صالح 3 شهور وما في حتى التزام. العائلة كامل تقدر تفرج تلفزيون، تسمع موسيقى وتبارتاجي فيسبوك انستا لمدة 3 شهور. نقدر وقت ما حبيت نجدد العرض تاعي كي نشري بوس جيزي انترنت اللي فيها 105 جيجا انترنت صالحة 3 شهور، ولا نكونيكتي في لابليكاسيون جيزي اللي نلقاها في البلاي ستور ولا الاب ستور. مالا خير العرض اللي يناسبك وقت ما حبيت. جيزي معاها تقدر.